يشكل عالم الطهر الأعظم في عالم الأرواح. فما بالك بمسلم يخرج وآخر عهده بالناس أنه كان قريبا من عالم الأرواح الطاهر، قريبا من الملائكة، كانت الملائكة قريبة منه بنص القرآن. وفي الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يتحدث صلى الله عليه وسلم عن صلاتي العصر والفجر. فقربك وقوفك في صلاة الفجر أعظم معين لك بعد الله عز وجل في سائر يومك. من أسباب إعانة الله عز وجل لك أن تقف في صلاة الفجر، تدنو منك ملائكة الرحمن، تبدأ النفس تتعلق بالسمو بالعلو، فتعلم بعد ذلك المطالب العظائم التي لها. أحيي يومك ما استطعت بذكر الله، فإن ذكر الله عز وجل أنس السرائر وحياة الضمائر.